ضمن الحملات التوعوية الصحية لوزارة الصحة والوقاية وتزامنا مع أسبوع الرضاعة الطبيعية، فقد جاءت حملة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار دعونا نرضع أطفالنا حتى سن 6 أشهر الأولى دون قطرة ماء لنمنحهم بداية جيدة في الحياة. هذا الشعار ينشد من خلاله المنظمون للحملة ترسيخ مفهوم الرضاعة الطبيعية في نفوس الأمهات. ممثلة إدارة التغذية والتكنولوجيا الغذائية بوزارة الصحة في كلمتها أشادت إلى أهمية الرضاعة الطبيعية للأطفال في المرحلة الأولى، وأن إهمالها يسبب مرض سوء التغذية ونقص فيتامين A بالإضافة إلى أمراض الإسهال المختلفة. لذلك فإن وزارة الصحة تطلب من جميع الأمهات بإرضاع أطفالهم لفترة 6 أشهر دون إعطائهم قطرة ماء لمنحهم حياة جيدة كما هو شعار الحملة، مضيفة بأن الأطفال الذين لا يشربون الماء أثناء الرضاعة يتميزون بالذكاء وقلة الإصابة بالأمراض. فيما تم عرض تجارب بعض النسوة اللائي طبقنا قواعد الرضاعة الطبيعية بدون شرب ماء حتى تجاوز الأطفال سن 6 أشهر الأولى،